ننوه إلى هذا الخبر العاجل الوارد على الشاشة أيضا نقلا عن الجيش الإسرائيلي والذي يفيد بإصابة 28 جنديا في المعارك بقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هل من تفاصيل إضافية لديك حول هذا الخبر؟ حول هذا الخبر تحديدا لا، لكن المعارك دائرة بشكل كبير في مختلف مواقع قطاع غزة، سواء في المواقع الشمالية أو في المواقع الجنوبية، حيث لا يزال يقتل جنود إسرائيليون، وتقريبا بصورة يومية يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مزيد من الجرحى، عادة تكون أعدادهم بالعشرات. بالأمس إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لوحده نقل 17 مصابا إسرائيليا من قطاع غزة، جنود بطبيعة الحال، منهم إصابات خطيرة. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على غرف الطوارئ في أكثر من مشفى في المناطق القريبة من قطاع غزة، ويحصر الدخول إلى هذه المناطق فقط للجنود الإسرائيليين الذين يصلون إلى هذه المشافي، ومنها مشافي في عسقلان ومنها مشافي في مدينة بئر السبع. كل هذه التطورات تشير إلى أن بخلاف ما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي عن تراجع وتيرة المعارك في قطاع غزة، هذا غير صحيح. المعارك لا تزال مستمرة، تتركز خلال الفترة الماضية تحديدا خلال آخر أسبوعين في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع، منطقة خان يونس، نتحدث أيضا عن مخيمات الوسط. وطبيعة الاستهدافات التي يتعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي متنوعة، بين إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو قذائف هاون، وبين اشتباكات مباشرة وحتى أعمال قنص لجنود إسرائيليين. لكن أكثر ما يخشى منه الاحتلال الإسرائيلي هو تفخيخ الأنفاق أو أنفاق وهمية تكون مفخخة يستدرج إليها جنود إسرائيليون، ومن ثم يتم تفجير هذه الأنفاق بالجنود الإسرائيليين، ما يؤدي إلى مقتل عدد منهم. مرة أخرى، رغم حديث الاحتلال الإسرائيلي فرح عن تراجع العمليات في قطاع غزة بشكل كبير جدا وتكرار المسؤولين الأمريكيين لهذا الأمر، إلا أن المعارك لا تزال متواصلة، وأيضا في مواقع في شمال قطاع غزة. فرح، طب أحمد، ماذا عن آخر التطورات السياسية في الداخل الإسرائيلي والخلافات بين قادة الحرب في إسرائيل؟ خلافات متواصلة تشير بالأساس إلى غياب الثقة بين المستوى العسكري في إسرائيل وبين المستوى السياسي، وعن خلافات داخل المستوى السياسي نفسه. ما حدث خلال الفترة الماضية من خلافات يتركز باتفاق إدخال الأدوية إلى قطاع غزة. في البداية صدر الإعلان عن هذا الأمر في بيان مشترك لرئاسة الوزراء الإسرائيلية وللموساد الإسرائيلي، وأعلنا عن تمكنهما من التوصل إلى اتفاق مع الوساطة القطرية من أجل إدخال أدوية إلى الأسرى أو المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، بتعبير بيان الجيش الإسرائيلي، دون أن يورد الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل إضافية لا عن أعداد الأدوية التي ستدخل إلى قطاع غزة سواء للأسرى الإسرائيليين أو للقطاع. لاحقا تغريدة للقيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق كشفت هذه التفاصيل، والمفاجأة أن وزير الأمن الإسرائيلي بحسب وسائل إعلام إسرائيلية عرف عن تفاصيل الاتفاق من التغريدة التي كتبها موسى أبو مرزوق. واتضح بعد ذلك أيضا ليس أن نتنياهو أقصى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت من الاتصالات المتعلقة بهذا الاتفاق، إنما أيضا لم يستشر لا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ولا رئيس الشباك المسؤول أمنيا عن الأوضاع في قطاع غزة بحسب تقسيمات أو صلاحيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. هذا الأمر ترك صدمة عند كثير من الإسرائيليين، وترك دعوات أيضا عند قياديين سياسيين منهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي قال إن بنيامين نتنياهو ليس كفؤا لإدارة الحرب على قطاع غزة وليس كفؤا لإدارة هذه الدولة، وقال إن الحكومة الإسرائيلية أيضا ليست كفؤة لإدارة هذه الحرب وهذه الدولة، بالتالي دعا إلى انتخابات مبكرة من أجل استبدال القيادة الإسرائيلية. خلافات متزايدة، لكن أبرز سمات هذه الخلافات هي أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتحدثان بين بعضهما البعض بحسب ما كشف أكثر من مسؤول إسرائيلي خلال الفترة الماضية. فرح، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. مراسل العربي أحمد دراوشي كنت معنا من غلاف غزة.